الاستاذ جمال الزهيري، بنرحب بيك معانا استاذ أهلا جمال. اهلا بيك، نورنا. بنرحب بالاستاذ سيام طبعا معايا انا النهارده. اهلا بيك. اهلا بيك، سعيد طبعا بوجودي معاكم ومع الاستاذ سيام والكابتن هاني. اهلا بيك استاذ جمال، نورنا. عايزين نبدا بالخبر الاحدث، يعني النهارده يمكن عندنا محمد هاني ربنا يشفيه مصاب، وعمر السوليه موقوف النهارده بسبب الانذارين اللي حصلوا عليه. تفتكر التشكيل بكره هيكون متوقع عامل ازاي؟ والنني يعني ايه النني كمان مصاب كمان، هي البدائل يعني موجوده، ويمكن انتوا اشرتوا ليها في الانترو. صحيح، في الانترو. انه المركز الظهير الايمن طبعا هيبقى احمد توفيق. بالنسبه للاثنين هاف ديفندر خلاص برضو بقت محلوله بوجود طارق حامد، وطبعا ابتعاد عمرو السوليه والنني النهارده بسبب الكورونا. ثانيا هيبقى موجود حمدي فتحي، وهو يعني اعتقد ان هو مش هقول بديل، لانه هو لاعب اكيد يعني طبعا اللي هو البديل الاستراتيجي. صحيح. يعني بديل قوي يعني. يعني انا بعتقد ان هو هي الظروف ارادت ان هو يبقى موجود، يمكن بشكل دراما شويه، ويمكن احنا شفنا الخناقه او الغضب بتاع طارق حامد، يعني الدنيا اتحلت في ثانيه. يعني بقى هو رقم واحد. فده برضو يمكن درس نقوله للعيبه، يعني انه انت لما بتكون في المنتخب تحديدا او في اي، حتى مع فرقتك. صحيح. سواء الاهلي او الزمالك او اي نادي، ممكن تبقى انت حريص انك عايز تلعب، ويعني ده طبيعي جدا ان كل لعيب بيتمنى وحريص ويزعل جدا، بس يا ريت يكون زعله داخلي، يعني يحاول ان هو يتحكم شويه في الريتم بتاع الغضب، لانه لو هو فتح المجال، يعني انا شفته، انا صراحه قبل ما يبتدي السوشيال ميديا ينشر الصوره وبتاع، انا لاحظتها وانا بتفرج على المباراه، لاحظت صوره واضحه قوي ان هو بيبص الكابتن حسام البدري، يعني الرياكشن لا يكذب، ودي تصرفات الحقيقه. يعني بعدها بقى كمان حتى لعبت واشتركت، يعني واعتقد ان الكابتن حسام كان حريص على ان هو يلعبه جزء من المباراه. بعد كده خلاص، انت غضبان ليه؟ يعني خارج وبيشوط اي حاجه تقابله صعبه. انا معاك، لان يعني طبعا يعني المنتخب خاصه، وطبعا ده حتى في على مستوى الانديه دايما لما بنشوف لعيبه بتخرج او ما بتلعبش وبيبقى في رياكشن، الشكل مش وحش وبيأثر بالسلب على الاجواء، وبيأثر على اللعيبه، وبيأثر على المدير الفني. طبعا المدير الفني، يعني المدير الفني اصلا مش ناقص ضغوط، يعني هو اساسا نازل ومتحاوط بالضغوط والمشاكل. صحيح. خليك انت يعني كلاعب تساعد مديرك الفني بان انت تمتثل لقراره، لو هو مش عايزك دلوقتي هيحتاجك في وقت معين، مفيش اي مشكله. هو طبعا هي غيره لاعب ان هو عايز طبعا يشارك، ده حقه، لكن من حق المنتخب عليه ان هو يعني يكتب هذا الشعور ويطلعه في تدريب، يطلعه في مباراه. وطارق لعيب كبير جدا ومن افضل اللعيبه على مستوى، بس انا بتكلم على حتى طبعا حته الغيره. انا متفق معاك، الغيره لها درجات. انا متفق معاك، يعني ممكن يبقى في درجه معينه تبقى سيئه بقى، يعني فانت خليك في الاطار اللي هو ما يعملش فركشه جوه المنتخب اللي اصلا بادئ المهمه بتاعته بصعوبات كتيره جدا.